12 شخصية مصرية البحث عن إجابته من خلال جمعية الصداقة المصرية الألمانية التي دعتهم لزيارة فرانكفورت للاستفادة من خبرتها في إدارة البلاد عقب ثورة 1968 الألمانية. ومن خلال مؤتمر عقد في صنوت النيل الإنجيلي يحاول هؤلاء الشباب الاستعداد للسفر مستعينين بعدد من جمعيات المجتمع المدني شاركوا في الاحتفالية. لأول مرة يكون عدد من الشباب ويرأس جزء من المسيحيين المسيحيين والجزء الآخر من المسلمين لأن كلنا إحنا مع بعض، ويكون رئيس الوفد المسيحي أسيس ورئيس الوفد المسلم إمام، ونعيش مع بعض 12 شخص كده لمدة 10 أيام في ألمانيا. المؤتمر كان فرصة لإبداء عدد من الأطروحات حول برنامج زيارة فرانكفورت وكيفية تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الزيارة. أنا رايح بهدف إن أنا أتعلم شيء جديد هناك، أتعلم تجربة هم مارسوها قبل كده في الفترة يعني في ألمانيا، حصل لهم كده ووصلوا لمرحلة في الأربعينات لمرحلة فشل تماما اقتصادي اجتماعي في كل حاجة، وإزاي الناس دي نهضت بهذا الاقتصاد، فأنا نفسي أشوف بلدي كده. أنا عضو في جمعية أهلية وشايفة إن لما أرجع إن شاء الله بعد البروجكت دوت ممكن إن أنا أوصل الأفكار اللي وصلت لي من البروجكت دوت عن طريق إن أنا نفتح أكتر وبصرف النظر عن فكرة استفادة هؤلاء الشباب من خبرات فرانكفورت، يرى محللون أن مجرد تفاعل الشباب مع قضايا مجتمعهم يشكل الاستفادة الأكبر. حنان عاطف، النيل.